في وصلات الشعر الطبيعي للوجائز إذا مقدمة من بيوتي خليل من بيوتي سنتر خليل السيد للتجميل كوبون بقيمة 150 دينار للعناية بالبشرة. للمشاركة لرجاء الاتصال أرقام البرنامج الظاهرة على الشاشة قدامكم. إذا مشاهدينا بنرحب بمسيو خليل السيد من جديد، وبدي أنوه إنه في خصومات وفي أسعار خاصة وفي عروض خاصة لمشاهدين نورمينا من بيوتي سنتر خليل السيد لتركيب الشعر وتنظيف البشرة والصبغة يعني التجميل بشكل عام، هايلايت أو أي شيء بخص المرأة العربية. إذا مسيو خليل السيد بدي أسألك شو رأيك بصبغة الشعر فيما يتعلق بالمرأة الشرقية تحديدا؟ صباح الخير أعزائي المشاهدين، يسعد صباحكم ويا هلا فيكم في برنامج جيت بوقتك يا خليل. واليوم إحنا إن شاء الله بنتعاون أنا والأخت أحلام بنقدم حلقة لكم ونصائح جميلة جدا بصفة الشعر والكيميكال والصبغات مثل ما وعدتكم إن شاء الله. الشعر الأسود كان قديم جدا عند العرب، يتباهوا فيه بالطول وبخمالة الشعر، فالشعر الأسود حتى الشعراء تكلموا عنه. فالشعر الأسود وذات العيون السوداء كان شيء جميل جدا عند العرب، وبعد تعارك الأجناس في تخلف الأجناس نقول صار الشعر الفاتح شوي، صار الشعر البني، صار الشعر الحمار شوي، فين بعد يعني اتخلطت الأجناس في هالشغلات هذه. أما الشعر هو البدوي الأصلي العربي فهو الشعر الطبيعي، هو اللون الأسود الطبيعي. نعم. فإله إمكانيات وإله جمال كتير كتير حلو، حتى الشعر الأسود تتباهى فيه الشعراء. أما اليوم في تكنولوجيا جديدة وبدينا نتطور في عدة ألوان ندخل فيها بالصبغات، بالهايلايت، بالبلياج، بالسنلايت، بالجريزي لايت، لكي نعمل لكل سيدة إيش اللون البشرة تاعتها، نعطيها لون الشعر 100% من وجه القصة مثلا، كيف نقص لها شعرها، كيف بدنا نعطي اللون لإلها، اللون هذا أجمل شوي بده يكون، اللون فاتح، اللون غامق، يعني الألوان هي بتتحدد على نفس نوعية البشرة، كيف بتكون البشرة بنقدر نعطي للست لون جميل جدا اللي يكون شعر يعني في ملامح العيون وفي ملامح البشرة لها في الطريقة الصحيحة. أبو دعاء من إربد، صباح الخير. صباح الخير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وإلك وللأستاذ الموجود في الاستوديو ضيفك. كان بدي أن أسأل الأستاذ مسيو خليل السيد، الله يعطيه العافية يعافيك. الله يعافيك. كان بدي أسأله، إحنا صرنا الآن داخلين على مشارف الخمسين، هناك سمعنا أن هناك في صبغات تمنع الشيب، أو خلص يعني الشيب ما يعود فيه شيب أبيض، بتصل الشعر أسود أسود أو أشقر أشقر، فما رأيك بهذه الصبغة؟ موجودة فاعلية أم هي دعاية إعلامية أم هي شركات؟ ما أعرف يعني، بدنا نستفسر منك ونأخذ رأيك، يعني لأنه كثير وجدنا هذه الدعايات وهذه الإعلانات على كثير من الفضائيات صبغة لإنزال الشيء. صدقت أخي أبو دعاء. أبو دعاء، هلأ مسيو خليل السيد بيجاوبك على هالسؤال، خليك معنا. يسعد صباحك أخي أبو دعاء ويسعد وقتك، ومبسوط كثير اللي سمعت صوتك اللي حكيت معي على الأسباغ، وأنا قبل الحلقة هاي حكيت عن الأسباغ المقلدة وعن الشيب، شو هو الشيب بيعمل. أستاذي الكريم، في الخمسين وفي الأربعين وفي الثلاثين وفي الخمس وفي الثمانية وعشرين وفي بداية الثلاثين الإنسان بيبدأ أنه يشيب شوي سواء من الجوانب أو سواء من الشعر. أما الصبغات الموجودة بقول لك استعمل الشيب لمدة يوم أو يومين، فهذا إشي مستحيل، يعني لأنه الشيب تفقد ترويج تجاري فقط، ولأنه الشيب فقدت مادة الميلاميل من الجسم نهائيا، والشعر البيضاء تبقى بيضاء وليس تبقى سوداء، يعني ما ترجع سوداء. فإحنا بننصح في العمر هذا في الأربعين في الخمسين تستعمل، يعني نقول في ناس بتستعمل حنة منيحة شوي بس تكون خالية من الكيميكالز، لازم يرجع يعني الشيب عم بيطلع أكيد من البصيلة، الشيب لازم يكون موجود، لا يعني ما بروح. لو كل الناس إنه راح الشيب من شعرها وما في صبغات، انتهت هالصبغات وضلوا هالشعر الطبيعي، لكن احنا بننصح بالفترة هذا اذا انت بتحب تصبغ مثلا، تشوف اللون المناسب لك وتشوف لون البشرة تاعتك، وعند الكوفير اللي بتعمله لانت بتقدر تستفيد، بتقدر يعطيك الكوفير الصبغة الصحيحة للشعر. هلأ زي ما قلنا في الحلقة الماضية انه ممكن يعمل رينس، يضل يعمل رينس، لو يعمل رينسات يعني يعمل رينسات ويحط مثلا اربعة وخمسة دوري. شوي هيك يخلطهم شوي خمس دقايق ويحطه على شعرهم، فهمت علي كيف؟ يعني بخفف الشيب شوي من علامة الشيب وليس من ظهور الشيب، من علامة الشيب وليس من ظهور الشيب. نشكر اتصالك أبو دعاء من عروس الشمال إربد.
مسي خليل، الشعر الأسود بيلبق على كل أنو يعني درجات البشرة؟ لا يعني دايما بيقولوا لا البيضة تعمل أسود، السمرة، بني. لا احنا هلا خبراء التجميل الموجودين عندنا لهم تكنيك معين في علم الشعر وفي علم الكيميكالز، حتى احنا في عندنا يعني زملاء وانا منهم كنت سافرت وشفت كيف عملية الصبغة للشعر وتكنيك الشعر في الدول الاخرى. اي ست يعني تكون بشرتها مثلا واحدة تكون بشرتها بيضة 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 وتيجي تعمل اسود اسود مش حلو عليها، تكون شقرة شقرة وتعمل أسود أسود مش حلو عليها، تكون حنطية تعمل إبلاتيني فاتح مش حلو عليها. إيش نوعية الصبغة؟ في كتالوج لإلك، في بيرمن تورتشر اللي بتشوفه أنت اللي تقدر تحكي عليه لإله، بتقولها ستنا هذا اللون لبشرتك أجمل لإلك، هذا اللون أجمل لإلك، بعطيكي أنوثة أكثر، بعطيكي جمال أكثر، تتباهي فيه أكثر اللون هذا. أما الألوان اللي بدنا نستعملها إحنا في الألوان الصبغات ككل اللي بنشتغلها إحنا اللي تكون بالصورة واضحة للشعر. يعني البشرة بتعكس على الشعر، العيون واحد عيونها زرقاء نعمل لها أسود بحياتها ما صارت حدا، واحد عيونها خضراء نعمل لها أحمر 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 ما بصير، لازم إحنا نأخذ مسامات العيون لون يعني العيون لون العيون ولون البشرة، لون البشرة لازم بنقدر نعطيها إحنا اللون المناسب نصبغه على للسيدة لون وبتقدر الشعر، هي بتكون إن شاء الله مرتاحة كتير معها. لون يعني لون يكون مناسب بالنسبة، أكيد أكيد يعني العيونها عسلية أو بنية، يعني بيلبق لها الأسود ودرجات البنية. أكيد يعني دارك براون روت براون هذا بعطيها لون نتيجة لإلحاء للشعر. أما زي ما تفضلتي أنت ست أحلام إنه واحد عيونها زرق نيجي نصبغ لها مثلا معطيها اسود بلاتينو واسود مزرق واسود، لا 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 كثير كثير، بعدين بتندم تيجي تقول لك بدي افتح لبلاتينو وبدي اتعب وبدي كذا، وهذا ان شاء الله بالاسئله القادمه بنجاوب عليه. بدنا الاسس، كيف امكانيه انه نغير اللون من الاسود؟ مثلا في بنات من الاسود بيروحوا مثلا درجه 10 اللي هي بني او بحطوا اكسجين مش 10 كثير، نقول لخمسه لسته لسبعه لعشره فاتح كثير، لا او في ناس بيكون اسود كثير بغيروا بصير الاشقر بصير كثير بالالوان فاتح. الاساسيه بتختلف، احنا هون بدنا برضه ننصح اعزائي المشاهدين وسيدات المجتمع اللي عندنا انه بنت شعرها اسود حتى كيميكال اسود نقول اسود مزرع، تيجي للكفار تقول له بليز انا بدي اعمله اشقر هلا، يا عمي ما بزبط معك، بتكسر الشعر شوي، بدك تفتحي لدرجه لدرجتين لثلاثه، خلال 3 شهور بصير بدك اياه اللون وبعطيك اللون اللي بدك اياه، اما مباشره فهو بتعب الشعر، الصبغه اللي بتتعب والهايلايت بتعب الشعر في نفس الوقت، فهمت علي كيف؟ اذا بدنا نفتحه تدريجيا من اسود غامق لنقول للالوان الاساسيه اللي فوق اللي هي 7 و8 و9 وكذا، هذا بتعب الشعر، فبدها طوله وقت وبدها درجات لكي الشعر يمتص هالمادة ويفرز هالمادة الثانية ويطول هالشعر وبأريحية ما تتعب أريحية. الشعرة. نعم. نادر سرايرة من عمان، ألو صباح الخير. من عمان. نادر الشرايرة من عمان، ألو صباح الخير. صديقنا وحبيبنا أستاذ نادر، أخذ الاتصال. ألو تفضل أستاذ نادر. ألو يمكن انقطع الاتصال. الو مستر نادر صباح الخير. انقطع الاتصال، يا ريت ترجع تحكينا مع مسيو خليل. ممكن نعمل تمليس الشعر مع الصبغه مسيو خليل ولا بيهلك الشعره؟ هو الافضل تعمل تمليس بعدين تعمل الصبغه. تمليس بعدين, بعدين الصبغة. الصبغه نعم، لانه اذا عملنا تمليس وصبغه يعني هذه برضه بدنا ننصح اعزائي المشاهدين واصحاب الخبره واصحاب ذو الكفاءه هم بيعرفوا كمان الحكي هذا، ماده التمليس صبغنا ملسنا وصبغنا عم بنضر الشعر شوي، نريح لو نقولها بعد يومين ثلاثه تعالي بنقدر نصبغ لشعرك، فهمتي علي كيف؟ يعني نعطيها نريح الزبونه اكثر، فهمتي علي كيف؟ اما احنا مش تجاريين، لو تجاريين لو كل يوم نصبغ ونعمل تمليس ونعمل كذا، لا نعمل تمليس في البدايه بعدين نصبغ للزبونه، فهمتي علي كيف؟ بتكون اريح بعد يومين او 3 ايام بكون الشعر في تكنيك وفي اصطلاحات واكون فارز هالماده والشعر بلمع كثير حلو، بتستقبل الماده الثانيه للشعر. اما زياده الشعر. الكيميكال ست احلام، زياده الكيميكال في الشعر عم تحرق الشعر، كثير ستات بروحوا على الصالونات وكثير ستات من زبوناتنا وسيدات الاردن وسيدات المجتمع العربي كافه لما بتروح تعمل تمليس وهايلايت او تمليس وصبغه، في ست ما بتعمل تمليس وصبغه، بتعمل تمليس وصبغه وهايلايت. مش لكل انواع الشعر التمليس، في الشعر المجعد كثير اليوم أو اليوم يعني اليوم في مجتمعنا كثير بنسمع سشوار دائم، سشوار مية الذهب، سشوار مية مش الدهب عارف ايش، بوتكس للذهب. يا عمي بخبرتي في هالشعر
في هالمدة هالطويلة هاي التمليس تمليس. في مصطلحات أخرى. طب التمليس للشعر المجعد مش مثلا لشعري أو اللي شوي ناعم؟ لا، هون 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 في تريتمنت. تريتمنت اللي هو بعالج الشعر مثل الكراتين والمشتقات الأخرى، فهمت علي كيف؟ أما التمليس تمليس، المادة المحطوطة بالتمليس بتكون محطوطة في مادة هذه، ولكن أنه أخف علميا. فإحنا بننصح الزبون لما يكون عندها بدها سشوار، بتقول لك أنا بدي سشوار دائم. يا ستي كيف السشوار الدائم بدك تعملي؟ ما في سشوار دائم، بنعطيكي احنا سشوار شعرك، اذا حممتي شعرك يطلع مسرح، يطلع كتير منيح، يطلع حالي، ما فيها الطعجات، ما بتتغلبي فيه شوي، بتصبغيه باللون هذا الافضل لك واجمل لك. اها اريج صباح الخير. الو صباح الخير. كيفك اريج؟ اهلا الله يسلمك. شو بتحبي تسالي مسيو خليل؟ بدي اسال بالله كيف انه بنعطي الشعر لمعه؟ كيف بنحصل؟ كيف نعطي على الشعر لما يكون يعني بالمع؟ طيب هلا بجاوبك على السؤال، خليكي معنا، شكرا لاتصالك أريج. ست أريج، بالنسبة للشعر اللمعة هي المادة الصبغة اللي بتعطي اللمعة، في مادة صبغة جودة عالية جدا بتعطي كيميكالز حلو كتير وحنون على الشعر، فهمتي علي كيف؟ بتعطي اللمعة، وفي مادة تانية أخرى ما بتعطي لمعة على الشعر. بعض السيدات حتى بالحمام لما يتحمموا شعرهم وبيجوا يصيروا مشطوا شعرهم من الأسفل للأعلى، بتلاقي انه اللمعه وهي تمشت ياي شعري بالمع، ياي شعري حلو، ياي شعري بطل يتقصب. وفي بعض السيدات نفس عكس ذلك عم بمشطوا في الشعر، فهمت علي كيف؟ شعري باهت، شعري كذا، فبتكون من نتيجه الشعر لازم يتمشط وهو مبلول. هو الافضل يكون في رطوبه 10%، مش مي 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 مي، يعني يتنشف وينعصر منيح الشعر ويتنشف في طريقه صحيحه 100% من الأسفل للأعلى، بنقدر نعطي نتيجة أكثر. أما نرجع للأخت ريجي اللي حكت معنا هلأ بالنسبة للصبغة، في صبغات إن شاء الله هلأ بنحكي عنها جودة عالية بتطلع وبتعطي لمع على الشعر وبتعطي تكنيك للشعر حلو كتير وبتعطي جو هادي هيك كتير للست لشعر. في مواد إضافية أو التريتمنت حمام الزيت بيساعد على معاني الشعر؟ حمام الزيت بكترته ست أحلام عم بضر الشعر، يعني إحنا نقول حمام الزيت، في ستات بتلاقي شعرها باهت شوي وتعبان شوي وعاملة كيميكالز دائله ورايحة عند عاملة كيميكالز وكذا ولآخرته في ماما، نيجي نضلنا نعمل كل يوم حمام زيت حمام زيت حمام زيت، زي ما معانا أساس الدواء الدكتور قال لك اشربها على مراحل، لا انت بدك تشربها مرة واحدة، فهذا بدور الشعر. فحمام الزيت لو كل اسبوع عملنا مرة لحمام زيت لشعرنا عم نستفيد، مرة كل بالاسبوع يوم ما بنستفيد. طيب ناخد اريج، رجعت معنا اريج. الو اريج. الو مرحبا. اهلا كيفك؟ اهلا، بس بدي اجاوب ممكن؟ تفضلي تجاوبي على السؤال. تفضلي.